من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي على سلامة متعامليها وتجنباً للازدحام والاختلاط. ندعو المواطنين والمقيمين الذين قد يواجهون أي مشكلة إلى التواصل معنا عبر مركز الاتصال آمر على الرقم المجاني 85111 أو عبر الإيميل amir@dnrd.ae أو منصات التواصل الاجتماعي الإنستغرام والفيسبوك وتويتر. وتكون المراجعة في مبنى الإدارة فقط عند طلب الموظف المسؤول لذلك. أما بالنسبة لكبار السن المواطنين ومقيمين وحرصاً منا على سلامتهم وصحتهم، سيقوم موظفو الإدارة بالذهاب لمكان إقامتهم وإنجاز معاملاتهم عندما يستدعي الأمر. الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، نسعدكم عن بعد.